أهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من الرأي الحر والذي نخصصه الليلة للعلاقة الليبية التونسية في ضوء هذه الأزمة المتصاعدة التي تتعلق بالمهاجرين المساكين، يعني حوصروا في الصحاري ما بين البلدين. السلطات الليبية تتهم السلطات التونسية برمي المهاجرين في الصحراء بلا ماء ولا طعام وتركهم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الموت في الصحراء أو الدخول إلى ليبيا. هذا ما تقوله السلطات الليبية. السلطات التونسية سعيد الآن في روما يبحث في حل لهذه الإشكاليات، وهو منذ يومين أو ثلاثة أمضى اتفاقية تتعلق بالمهاجرين مع أوروبا، ولا أحد يعلم ما ضرورة مثل هذه الاجتماعات الآن بعد الإمضاء على هذا على ذاك الاتفاق. من خلال منشورات على صفحتها الرسمية، اتهمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية السلطات التونسية بطرد وافدين ومهاجرين أفارقة باتجاه الحدود مع ليبيا. الاتهام إذن واضح وصريح. يرى متابعونا أن أزمة أمنية ودبلوماسية قد تشتعل في أي لحظة بين ليبيا وتونس بسبب قضية هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، مع استمرار السلطات التونسية في وضع المهاجرين على الحدود الليبية عمدا كما تقول مصادر ليبية، دون طعام أو ماء أو غذاء، لكي لا يبقى إلا حلان أمام هؤلاء، إما الموت على رمال الصحراء أو الدخول إلى ليبيا كما تقول هذه المصادر، وهو ما ترفضه السلطات الليبية بسبب أزمة مشابهة تعيشها هي الأخرى. خلال الأسبوع الماضي كثفت السلطات الليبية من جهودها لإنقاذ المهاجرين ولو بمنحهم ماء أو طعام أو تسليم بعضهم لمنظمة الهجرة الدولية، حيث أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إنقاذ حرس الحدود عشرات المهاجرين غير النظاميين ممن تم إبعادهم من قبل السلطات التونسية باتجاه المناطق الحدودية داخل ليبيا. وعثر حرس الحدود الليبي الأحد الماضي على مهاجرين قرب منطقة العسة الواقع على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب طرابلس وحوالي 15 كيلومترا من الحدود التونسية. أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان يوم الاثنين إنقاذ حوالي 360 مهاجرا من دول جنوب الصحراء مؤخرا، بعدما نقلتهم الشرطة التونسية بالقوة إلى مناطق نائية على الحدود بين البلدين وتركتهم فيها لمصيرهم، داعية المنظمات الدولية لمساعدتهم. وثمن الفرع الليبي للمنظمة استقبال ليبيا هؤلاء المهاجرين الذين مروا بأوضاع إنسانية صعبة قبل أن ينقذهم حرس الحدود الليبي. وخلال الأيام الماضية نشرت وسائل إعلام صوراً مروعة لجثث مهاجرين لقوا حتفهم في الصحراء، ما دفع منظمات حقوقية ليبية للإدانة الشديدة، حيث طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان النائب العام الليبي بفتح تحقيق شامل مع وزير الداخلية بحكومة الوحدة التي يرأسها عبد الحميد دبيبة عماد الطرابلسي بشأن دخول مئات المهاجرين غير النظاميين من تونس إلى ليبيا. وأشارت اللجنة في بيان على موقعها الرسمي أن المهاجرين أبعدوا من قبل السلطات التونسية إلى المنطقة الحدودية، ومن بينهم نساء وأطفال. ملامح أزمة إذن دبلوماسية بين البلدين، بين تونس وليبيا كما يقول متابعون، بسبب هذه الأزمة، أزمة المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا. مصادر ليبية تتهم السلطات التونسية بالاستمرار في وضع المهاجرين على الحدود الليبية عمدا وتركهم لمصيرهم، إما الموت أو الدخول إلى ليبيا. ما هو الحل برأيكم لمثل هذه المعضلة؟ ما هي المقاربة الإنسانية وهذا المهم في هذه الأزمة وهذا الملف، حتى لا تفسد العلاقات أو تتوتر بين البلدين، وحتى أيضا لا يقع هؤلاء المهاجرين البسطاء والمساكين يعني في دائرة الموت، وقد توفي بعضهم فعلا في الصحراء عطشا وجوعا بسبب
رميهم خارج الحدود كما تقول جهات حقوقية وإنسانية، وهذا بالتأكيد سيترتب عليه ربما تحقيقات كان على مستوى عربي أو إفريقي، لأن أرواح هؤلاء المهاجرين ليست بسيطة. طيب، الموضوع مهم، يهم الليبيين ويهم التوانسة ويهم كل من يتابع الحقيقة هذا الملف، لأنه كما قلنا هو ملف إنساني وحقوقي بامتياز، وهؤلاء الأفارقة هناك قوانين دولية تضبط العلاقة مع المهاجرين، وهناك يعني مخارج وحلول عديدة. لماذا رمي هؤلاء في الصحراء؟ يعني أنت حتى حيوان صغير يعني لا تستطيع أن ترمي به هكذا ليواجه الهلاك، فما بالك بإنسان روح بشرية؟ لا ندري الحقيقة كيف يمكن طبعا لجهات ربما يفترض أنها مسؤولة أن تفعل مثل هذه الأفعال. نتابع هذا الفيديو الأول لمجموعة من الأفارقة تاهت بهم التائهون في الصحراء بين ليبيا وتونس، نتابع. ليبيا كويس. مشاهد كثيرة مؤلمة الحقيقة على يعني غرار هذه المشاهد اللي تتابعناها الآن. لا ندري الحقيقة كيف يمكن التعليق على مشهد مثل هذه من هذه المشاهد. طيب، نرحب الآن بضيفنا الأول في هذه الساعة، الأستاذ محمد محفوظ، الكاتب والمحلل السياسي من طرابلس. السيد محفوظ، مساء الخير. نبدأ معك بحقيقة ما جرى ويجري على الحدود بين ليبيا وتونس، وما ينقل عن مصادر رسمية ليبية حول تعمد السلطات التونسية أخذ أعداد من المهاجرين وتركهم لمصيرهم في الصحراء. هل هناك مصادر بالفعل رسمية تواصلتم معها هناك في طرابلس وتؤكد هذه الاتهامات، وما هي أوضاع هؤلاء المهاجرين الكرام؟ طبعا في البداية هو هذا الملف ليس ملف وليد اللحظة، هو حقيقة موضوع منذ سنوات، لكن ربما الأزمة الأخيرة لها تقريبا حوالي أسبوعين منذ أن حدثت أعمال عنف في مدينة صفاقس التونسية بين مهاجرين غير شرعيين وأيضا بين الأهالي هناك نتيجة للأعداد الكبيرة الموجودة. أنا قبل أن أبدأ حديثي أريد أن أؤسس لجملة مهمة، وهي أن تونس وليبيا للأسف الشديد ضحية أو ضحيتين لهذه الأزمة الكبيرة. المسألة فيها الكثير من الأبعاد وفيها الكثير من التعقيدات التي حقيقة تحتاج لوقت طويل طبعا لشرحها، ونحن اليوم بعيدا عن الأسباب التي دفعت لهذا الأمر، نحن نحتاج اليوم إلى حلول. قضية طبعا ما جرى في البداية، السلطات التونسية يعني نتيجة للضغوطات الشعبية الكبيرة، وهذا الكلام ليس كلامي حقيقة، هذا كلام من مصادر تونسية وحتى من صحفيين ومن يعني محللين خرجت معهم في قنوات عدة حول هذا الملف يؤكدون هذه المسألة. السلطات التونسية طبعا حدث ضغط كبير شعبي كبير جدا في صفاقس نتيجة لما حدث، وبالتالي قامت بترحيل هؤلاء المهاجرين نحو الحدود مع ليبيا وأيضا نحو الحدود مع الجزائر، ولو كانت الحدود مع الجزائر بعدد أقل مما عليه في ليبيا. طبعا في البداية كانت السلطات أو كان المقربين من السلطات التونسية يتحدثون على أن مسألة هذا الإجراء هو جاء بالتنسيق مع حكومة دبيبة في طرابلس لغرض إدخالهم نحو مراكز الإيواء الموجودة في ليبيا، ولكن سرعان ما سارعت السلطات في ليبيا عن طريق جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية وأيضا وزارة الداخلية لنا في هذا الأمر، وبعدها بعد يومين وبعد ثلاثة أيام تقريبا وعندما لاقى هذا الملف يعني حالة جدل كبيرة هنا بين الأوساط الشعبية في ليبيا ورفض لهذا الأمر، دخلت منظمة الهجرة الدولية الIOM بين ضفرين وقامت بمساعدة السلطات التونسية
في ترحيل هؤلاء المهاجرين من معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس إلى مراكز إيواء في تطاوين ومدنين تقريبا حسب تقارير قراءة تقارير دولية. طبعا هناك بعض المهاجرين لم يتم ترحيلهم ولم يتم العثور عليهم منذ أيام، يعني تقارير لمنظمة مهاجر نيوز تحديدا تتحدث على أن هناك أشخاص لقوا حتفهم نتيجة للحر الشديد وللعطش في الصحراء التونسية أو الحدود بين ليبيا وتونس. وبعد ذلك يعني بأيام كنا ما دائما نشاهد من مقاطع فيديو حقيقة مؤلمة للغاية، مؤلمة يعني مهما كانت الأسباب، يعني أعتقد أنه ما نراه أمامنا هو مؤسف ومؤلم للغاية حقيقة. وهذا يعني فيه مسؤولية على السلطات في ليبيا والسلطات في تونس وأيضا الاتحاد الأوروبي باعتباره شريك في هذا الأمر، وأيضا المنظمات الدولية المهتمة بقضية المهاجرين غير الشرعيين. على كل حال أنا أعتقد اليوم أن إدخال الأمر الخطير، إدخال ملف المهاجرين عبر البحر نحو الخلافات السياسية ونحو الصراعات وفي قضية الابتزازات والابتزازات السياسية، خاصة أن الشارع التونسي يتحدث على أنه الاتحاد الأوروبي يضغط على السلطات في تونس من أجل أن تتحمل هذا الضغط الكبير حقيقة الذي يعني تونس اليوم تعيش في وضع مالي صعب للغاية حقيقة، أمر لا يمكن يعني أن نتغافل عليه. وبالتالي يطلب من تونس حقيقة ما لا تستطيع أن تفعله، ويطلب من ليبيا ما لا تستطيع أن تفعله، وبالتالي تبقى الدولتين ضحيتين، وتبقى الدولتين هما المصد وهما المرأة أمام الرأي العام في قضية المهاجرين الغير شرعيين. أعداد بالآلاف، ليبيا أستاذ صالح هناك أعداد بالآلاف في مراكز الإيواء الموجودة هنا التي أنشأتها الحكومة الليبية، وهناك أيضا أعداد أخرى خارج مراكز الإيواء موجودة في أماكن ويعني تجمعات غير قانونية. وبالتالي نحن نعاني بشكل كبير جدا من هذه الأزمة، ومعالجة هذه القضية تحتاج إلى استراتيجية قبل أن نصل إلى المعالجة. سيد محفوظ، يعني هل هذه الأزمة برأيك، وهذا هو الذي افتتحنا به الحوار الليلة، هل هذه الأزمة قد تنفجر في وجه البلدين وهي منفجرة؟ على كل حال هناك معاناة كان بالنسبة لتونس أو بالنسبة لليبيا من هذه الأزمة قد تنعكس سلبا على العلاقة بين البلدين، لأنه لا يوجد تنسيق واضح. الحقيقة يبدو أن بعض الجهات الأمنية التونسية تأخذ هؤلاء المهاجرين إلى المناطق الحدودية، والجهات الليبية أيضا ترفض استقبالهم. إذن هناك ما يشبه التقاذف بهؤلاء البسطاء بين البلدين، والضحية في النهاية طبعا هو المهاجر. هو يعني أنا لا أعتقد أن المسألة ستصل إلى درجة أن يكون هناك انفجار في العلاقة بين ليبيا وتونس، يعني إلى حد اللحظة هذا الأمر مستبعد، بالرغم من قضية أن السلطات التونسية ترفع في المهاجرين للحدود والسلطات الليبية ترفض استقبالهم، لكن أعتقد ما أعلمه أن هناك بعض التنسيقات ولو بشكل سري في بعض الأشياء، خاصة بين وزارة الداخلية في ليبيا ووزارة الداخلية في تونس. لا نعلم حقيقة طبيعة هذه التنسيقات، ولكن ربما اليوم في تقديري وهذا تحليل أن كلا البلدين أصبحا يتعاملان مع هذا الوضع وفق أمر واقع، يعني هذا ما لدينا. المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إذا كان يؤلمه أو تؤلمه هذه المقاطع هذه الصور يجب عليه أن يساعدنا ويتدخل، وهذا ما رأيناه اليوم في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما، والذي شارك فيه رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة دبيبة وأيضا رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وهناك أطراف دولية أخرى يعني شاركت. من الواضح جدا أن اليوم الملف أصبح يلقى في صدى عالمي كبير، وهذه المستجدات التي لم نشاهدها طيلة السنوات الماضية، لأنه أستاذ صالح هذا الأمر ليس وليد اللحظة، يعني قضية الهجرة اليوم ليست وليدة اللحظة، وهذه الأعداد ربما كانت في سنوات ماضية هناك أعداد أكبر منها بكثير، لكن ربما نتيجة لما حدث في الحدود الليبية والتونسية وهذه المناظر المؤلمة التي يشاهدها العالم، هذا الذي ربما أعطى لها زخما كبيرا عكس الذي كانت تأخذه في السابق.
بالتالي اليوم ربما نشاهد التفاتة من الاتحاد الأوروبي نحو هذا الأمر، ومهما كان القضية لا تتعلق بدفع أموال، لا تتعلق بدعم ليبيا وتونس ماليا فقط، بقدر ما هي تتعلق باستراتيجيات ماذا بعد، لأنك أنت قاعد تشاهد يوميا في أمواج وسيول من المهاجرين يخرجون من جنوب وشرق ووسط أفريقيا وغرب أفريقيا نحو الساحل، وليبيا وتونس هما دولة العبور نحو أوروبا، وبالتالي المسألة لا تتعلق بالموجودين اليوم بالحدود فقط، بل تتعلق في هؤلاء. طب قد يقول قائل، قد يقول قائل سيد، هذه الدول هي اليوم المعالجة الحقيقية لهذه الأزمة. قد يقول قائل سيد محفوظ، لماذا تورط تونس وليبيا نفسيهما في منع هؤلاء المهاجرين في التوجه إلى أوروبا؟ الأزمة أوروبية بامتياز، والقضية والمعضلة على أوروبا أن تبحث لها عن حل، فلماذا تدخل تونس على الخط ولماذا تدخل ليبيا على الخط؟ فليترك هؤلاء المهاجرين، هم يقصدون الوجهة الأوروبية، فلتفتح أمامهم الأبواب. شوف القضية تحديدا، يعني ذكرتها في أحد لقاءاتي مع أحد الأخوة في تونس في قناة دولية في الأيام الماضية. طبعا أنت تتعامل مع منظمات وعصابات تهريب بشر، وبالتالي يجب أن عليك أن تكافح هذه الظاهرة، هذا المبدأ الأول. لكن اليوم طالما أنه يعني الأمر أخذ منحى، يعني منحى خطير جدا، فأنا يعني الأخ في تونس حينذاك، يعني وأنا سأذكر لك الأمر حتى يعني تستطيع أن تستفيد من وجهة النظر، يعني ذكر أنه السلطات التونسية قامت بترحيل المهاجرين نحو الحدود كوسيلة ضغط على السلطات الليبية، نظرا لأن السلطات الليبية كما ادعى بأنها هي التي سهلت دخول هؤلاء إلى تونس، وهو أمر غير صحيح. هذا الجانب أنا ذكرت، قلت إذا يعني هذا الأمر صحيح، لماذا إذا تقبل تونس بمعالجة المنظمة الدولية للهجرة الآي أو إم، ويعني تعيد بعض وكثير من هؤلاء المهاجرين إلى مراكز لواء؟ هذا الأول. والثاني، لم نشاهد إلى حد الآن استقبال أو رضوخ من السلطات الليبية لهذا المطلب. قلت اليوم والكثير يقولون، وهذا أمر من باب يعني الحديث فقط، ليس فيه دعوة لفتح الباب، يعني مهما كان الكلام سؤالك صحيح أستاذ صالح، ولكن هناك التزامات أخلاقية ودولية. قلت اليوم إذا تونس، الأخوة في تونس تماما ندرك الأزمة المالية التي تعيش فيها، برغم أن ليبيا يعني تعيش في حالة انقسام وحالة صراعات حتى ترقى إلى الصراعات العسكرية، وهناك أزمات مالية متعددة، لكن لم تصل في درجة من الدرجات أن السلطات الليبية تأخذ هؤلاء المهاجرين وتفتح لهم الطريق، أو حتى تأخذهم في حدود بلدانهم. أنت تعلم أستاذ صالح أن ليبيا لديها حدود مع السودان ومع تشاد ومع النيجر، وهذه دول لديها الكثير من المهاجرين غير الشرعيين، كانت تستطيع في سنوات سابقة، ونحن اليوم في غنى عن هذا العدد الكبير وصرف الأموال الكبيرة التي يدفع يوميا من خزينة الدولة الليبية عشرات الملايين في قضية الإيواء وقضية الإعاشة، يعني كان يعني إذا كانت السلطات الليبية لا تفي بالتزاماتها لأخذت هؤلاء المهاجرين وألقتهم في حدود مع بلدانهم، أمر لا يمكن أن ندعو له إطلاقا مهما كانت الأسباب. حتى ولو أخذنا من قوت يومنا وأعطينا لهم، هذا واجب أخلاقي فرضته علينا اليوم الأخلاق، وفرضته وفرضوا علينا الأمر الواقع. قال لي بأنه هذه وسيلة ضغط. فأنا قلت إذا اليوم إحنا كليبيا اليوم مأخذين مسؤولياتنا، طالما أن السلطات التونسية اليوم تعيش أزمة مالية ونحن ندرك ذلك، يعني حري بها أنه يعني تتعاطى مع الملف مع الاتحاد الأوروبي، قضية أنه نحن ليس لدينا قدرة على هذا الأمر، يجب عليكم أن تساعدونا. ولكن كما ذكرت أستاذ صالح، هناك أمور وجوانب سياسية أصبحت تقحم في هذه المسألة، ليس فيها جوانب إنسانية بس، هناك أبعاد سياسية، هناك ضغط من صندوق النقد الدولي، هناك ضغط من الاتحاد الأوروبي ربما على تونس في قضية المهاجرين، وهذا أمر ليس خفيا، وبالتالي يعني برأيك الاتفاق الأخير أصبحت تونس بين مطرقة الدعم المالي وبين سندان المهاجرين، الذي للأسف الشديد أمر أصبح مؤلم للغاية وللأشقاء في تونس، ومن الصعب معالجته في وقت قريب. طب دعني أختم معك إذن بالمقاربة التي يفترض أن توضع لحل هذه المعضلة أو هذه الأزمة، المقاربة الإنسانية، أو هكذا يجب أن تكون، حتى لا يرمى هذا المهاجر وهو إنسان يرمى في الصحراء بلا ماء ولا دواء فيلقى حتفه هناك، وتمتنع هذه الدولة أو تلك على استقباله. هؤلاء في النهاية أفارقة يعني، ونحن أفارقة، وهم بشر أيضا ونحن بشر، وبالتالي يجب أن
يعامل معاملة كريمة تليق بالإنسان؟ ما هي المقاربة الإنسانية برأيك؟ شوفوا، أنا أعتقد أن المؤتمر الذي عقد اليوم في روما قد يفتح آفاق جديدة في مسألة التعاون بين سلطات الاتحاد الأوروبي وبين ليبيا وتونس. أظن أنه بشكل عاجل سيعالج، ربما سنرى معالجات لهذه المسألة الطارئة. قضية طبعا هجرة ليست وليدة اللحظة وتحتاج إلى سنوات معالجتها، لكن ربما ما يحدث اليوم من مشاهد مؤلمة أمام الملأ في الحدود الليبية التونسية ربما قد يعالج بشكل سريع، لأن العالم محرج حقيقة، محرج جدا. واليوم الجانب لا يتعلق بتونس وليبيا فقط، لكن أعتقد أن اليوم سنرى ربما عمل أكثر فاعلية وأكثر قوة للمنظمات الدولية المختصة بقضايا الهجرة. شاهدنا الهلال الأحمر الليبي اليوم ينشر صور لعمليات المساعدة التي يقوم بها هناك. منظمة الهجرة الدولية الأيام تقوم بواجباتها تجاه هذه المسألة. أعتقد أن قد يحدث، طالما أنه التقى الرئيسين المنفي ودبيبة مع سعيد في روما، قد نشهد ربما اتفاقات تعقد ولو بشكل غير معلن لمعالجة هذا الملف الطارئ. ولكن بشكل عام، ما لم يكن هناك استقرار سياسي في تونس وفي ليبيا واستقرار مالي أيضا في تونس، لن نشهد معالجة حقيقية لملف المهاجرين غير الشرعيين. جميل. ونحن نحتاج قبل ذلك إلى أن تكون هناك دعم لدول الدول التي يخرج منها، دول المنبع التي يخرج منها هؤلاء المهاجرين. يجب أيضا علينا أن، أو على هذه السلطات في هذه الدول، أن تتحمل معنا المسؤولية. لا يمكن لنا بحكم موقعنا الجغرافي الذي فرضته علينا إرادة الله سبحانه وتعالى في ليبيا وتونس، أن نتحمل ما لا يمكن أن نتحمله. يعني مهما كانت واضح القضايا الإنسانية ومهما كانت مسؤولياتنا التي نتفق عليها كإنسانية وكبشر، ولكن راهو يا أستاذ صالح يجب علينا أن نقول كلمة، أنه قد يصل الحال إلى ما لا يمكن أن تحتمله لا ليبيا ولا تونس. وبالتالي على الجميع وعلى العالم أجمع، الاتحاد الأوروبي وغيره، أن يدرك هذه المسألة تحديدا، وعلى سلطات هذه الدول، رعاية هذه الدول، أن تتحمل معنا المسؤولية. قضية أنه تصور مشاهد مؤلمة مؤسفة ويعني تعطى إشارة سلبية على تعامل السلطات في البلدين بهذا الأمر، ولو كان هذا الأمر صحيح وموجود وهناك ترحيل لهذه المسألة، ولو أن هناك يعني ضرب الكرة للأمام والتنصل من المسؤولية، هذا صحيح. ولكن نحن نتعامل اليوم كشعب، أنا قاعد ننقل لك في وجهة نظر الشعب، يجب على الجميع ألا يتركنا لوحدنا. وهذه الجملة قيلت اليوم في مؤتمر روما من رئيس الحكومة، يتحدث على قضية أنه لا يجب أن نترك وحدنا، لأنه إذا ما ترك أو تركت الدولتين لوحدهما، أعتقد أننا سنشاهد مناظر ومشاهد مؤلمة أكثر مما بالتأكيد. الأستاذ محمد محفوظ الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من طرابلس. إذن الملف ربما أكبر من تونس وأكبر من ليبيا، ولا بد من مقاربة شاملة ومشاركة جماعية أيضا الدول الأوروبية أيضا لإيجاد حل لهذه الأزمة كما يقول الأستاذ محفوظ. بعد قليل سيكون معنا الأستاذ حاتم شلغوم من تونس، ولكن قبل ذلك نتابع هذا الفيديو الثاني لمشاهد أيضا لمهاجرين في قلب الصحراء، وحرس أمن ليبي يحاول نجدتهم طبعا وإغاثتهم. نتابع هذه المشاهد. طيب، إذن نتحدث كما قلنا على أزمة المهاجرين الأفارقة وهذه المحنة ما بين ليبيا وتونس. هل تونس ضحية؟ هل ليبيا ضحية
أم أن المهاجرين الأفارقة هم الضحية وهذه الدول تريد أن تتملص من مسؤولياتها؟ الظروف تبدو صعبة بالنسبة لتونس ولا تبدو أيضا ملائمة بالنسبة لليبيا لأنها تستقبل أعداد كبيرة من المهاجرين، فبقي هؤلاء المهاجرين بين البلدين الحقيقة، والأمر محزن ومؤلم. نبدأ باستقبال المشاركات، اللي عنده مقاربة اللي عنده رأي في هذه الأزمة يتفضل يعلق. لسعد من تونس تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. يا أهلا بيك. بالنسبة لأزمة المهاجرين في تونس، أولا نعلق على الفيديو اللي نشرته الحكومة الليبية. هذا للأسف شديد ليس عمل صحفي بل هو عمل أمني في الشرطة الليبية، تصور، وهذا يجب يكون مفبرك أو غير مفبرك. المشكلة أن الدولة للأسف على فيها عدد كبير من الأفارقة وبيعوا في سوق النخاس للأسف ولن تحرك سكنا. الدولة السياسية للأسف تسير بين الدول. احنا مع الدول على الافريقيين يلزم يقيموا في تونس، كان المهاجرين بتاعنا يلزم يحترموا في اوروبا، يلزم الافريقيين في تونس في كل الدول اللي يحترموا. والتهجير القسري هذا غير مقبول، لان للاسف الحكومات التونسيه والحكومات في كل المناطق هذه للاسف مع الشارع تقوم، لان في صفاقس مجموعه كبيره من حقها باش تقيم في تونس اذا كانت غير اقامه شرعيه. ندخلوا بامور، لأن كما المهاجر في أوروبا يجب عام مهاجر في تونس. للأسف إحنا خاطر مع الناس ما تعودناش بمهاجرين الأفارقة، جات فترة طفرة هذه باش تونس يجوا الأفارقة، كانوا يمشوا ليبيا للأسف بعد الحرب واللي تعاد تونس بسبب الحرقة والأمور هذه. لكن أنا دول زايدة على بعضها الأمور هي ما احترمش حقوق الإنسان في ليبيا. أسوأ حقوق الإنسان اللي يحترم في ليبيا يهز شتاير يطلق النار ويهز العباد تخدم بلاش. لا 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 نريد أيضا أن نلقي بمعلومات هكذا على الهواء، يعني لأن قد تكون مواطن تونسي. اسمعني عاد عزيزي، اسمعني، يعني لا يوجد من الطرف الآخر أيضا ليبي ليرد عليك، ولا نريد أن نتهم أيضا الجهات الليبية بأنها تقصر، يعني التقصير من الجانب التونسي عندما تأخذ هؤلاء المهاجرين من صفاقس وترمي بهم في الصحراء، ماذا تسمي ذلك؟ سيد سيح، ما أراك أن هذه الصور هي صحيحة؟ مرة أراك ألامة تحت التهديد توقعت؟ يعني في ليبيا كل شيء موجود. لا لا عزيزي، في ليبيا كل شيء موجود، تصير ما تريد. تفضل. جميل. أنا قلت بأن هذه المشاهد أكدتها جهات حقوقية وإنسانية ودولية وليست من مصادر ليبية فقط، هذا ما أردت أن أقوله لك. طبعا شكرا لك لسعد من تونس، أشكرك. يعني لسنا هنا لنكذب بعضنا بعضا أو أن نزايد على أحد، هذه أزمة حقيقية، وربما هناك بعض الجهات في تونس لم تحسن التصرف، لما لا نقر بذلك؟ يعني أنت نعم الأزمة قد تكون أكبر من قدرات تونس وأكبر من قدرات ليبيا، صحيح، لكن هناك إمكانية لفتح مخيمات ولو مؤقتة لهؤلاء، مخيمات بسيطة تليق بكرامة هؤلاء، ثم اللجوء للجانب الدولي للمساعدة. لكن أن يرمى المهاجر في الصحراء الحقيقة فيلقى بعضهم حتفة، لا ربي قال بهذا الأمر ولا العبد قال بذلك، لا القوانين السماوية ولا القوانين الأرضية تقبل بهكذا ممارسات. نرحب الآن بضيفنا الثاني في هذه الساعة، الأستاذ حاتم شلغوم، المحامي والناشط في المنظمة الدولية للهجرة من تونس. سيد شلغوم مساء الخير. أزمة متصاعدة، أزمة المهاجرين، ولا يبدو أن هناك حل إلى حد الساعة. سيد شلغوم تسمعني الآن؟ طيب ياريت الزملاء يعودوا للضيف، ونعتذر طبعا الانقطاع من المصدر، سنعود مرة أخرى للضيف بعد قليل. طيب نأخذ خالد من الجزائر، مساء الخير خالد. خالد من الجزائر. طيب قبل خالد نرحب مرة أخرى بالضيف الأستاذ حاتم شلغوم، المحامي والناشط في المنظمة الدولية للهجرة من تونس. سيد جلغوم مساء الخير، كنت سألت حول هذه الأزمة والمحنة، محنة المهاجرين الأفارقة بين تونس وليبيا، كيف ترون مراعاة الجانب الحقوقي بالنسبة لهؤلاء اللاجئين وفق ما توفر من فيديوهات وشهادات من منظمات وجهات عدة؟ بادئ هذه بدءا، مساء النور أستاذ صالح، أهلا بك، أشكرك
وأشكر قناة الحوار اللندنية على هذا الحيز الزمني من الحقيقة المتاح لنا. جوابا عن سؤالك، ألاحظ وأن تونس ليس لها أي حدود مع أي دولة إفريقية، وبالتالي أن السؤال الأساسي المركزي كيف دخل هؤلاء ولماذا رحل هؤلاء في هذه الآونة بالذات. هذا لب القصيد. جوابا مباشرا ودقيقا على سؤالك في المتعلق بالجوانب الحقوقية في عملية الترحيل، أنا ألاحظ وأرجع بالضرورة إلى بيانات المنظمات الدولية التي أدانت هذه العملية، منها منظمة رايتس ووتش، منظمة المنظمات الدولية، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان أيضا. نعم، المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة الإغاثة الدولية، يعني المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بالإضافة إلى المنظمات الوطنية، ونذكر بالذات منظمة بيتي والهلال الأحمر التونسي الذي فعلا قام ببعض المجهودات الإنسانية لإغاثة اللاجئين الموجودين على الحدود التونسية، والذين قدر عددهم حسب بعض الأوساط، ومنهم خاصة المنتدى الاقتصادي والاجتماعي التونسي الذي يديره الأستاذ رمضان بن عمر، الذي قدر عددهم ما بين 500 و700 نفر، والذين في مرحلة لاحقة قامت السلطات التونسية إلى عملية إجلائهم في ولايتي مدنين وتطاوين، وخصيصا يعني عند المبيدات الخاصة لمنظمتي المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. هذه العمليات الترحيل من صفاقس إلى مكان الاحتجاز الحدودي بين الحدود التونسية الليبية، ثم عملية ترحيلهم بمرحلة ثانية إلى هذه المبيدات شابتها عديد الانتهاكات، حسب ما روي عن بعض الأفراد الأفارقة الذين نقلت شهاداتهم، سواء من كما ذكرت بعض المنظمات الدولية أو غيرها، وبعضها يعني وصل الأمر ربما حتى إلى تشكيات رسمية، أحدهم وقع تعرض إليه إلى الاعتداء وتركوا بلا ماء ولا دواء، وإلى يعني بعض الانتهاكات. وأعود خصيصا هناك أيضا سيد شلغوم حالة وفاة أو حالتي وفاة على الأقل كما ذكر، ولكن أنا أقصد بالذات البيان الصادر عن منظمة رايتس واتش بتاريخ 7 جويلية، يوم الجمعة 7 جويلية، الذي أدان ووجه أصابع الاتهام إلى هذه الانتهاكات. يعني أن تأخذ شخصا من مدينة صفاقس وترمي به في الصحراء في هذا الحر الرهيب، هذا ربما يعد يعني جريمة في عرف القانون الدولي، خاصة وأن بعضهم نساء ونساء حوامل وأطفال وكبار سن، وبعضهم تعرض إلى الإعياء الشديد دون أكل ولا شرب وغيره، ثم أن بعضهم قدم مطالب لجوء، ونحن نعرف أن بناء على اتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين، بمجرد أن يقع إيداع مطلب لجوء فإنك تصبح تحت مظلة ورعاية المنظمة الدولية أو الأمم المتحدة عموما. هذه المنظمات دعت صراحة المنظمة الدول المنظمة يعني المنظمة الدولية الأمم المتحدة إلى التدخل، وطلبت بحماية هؤلاء اللاجئين، خاصة وأن بعضهم فعلا له بطاقة إقامة لاجئ، والبعض الآخر ربما حتى طلب أو غيرهم. والواقع أن السلطات التونسية الآن إزاء هذه الأزمة لم تحسن التصرف كما يجب قانونا. نحن ربما كان لنا السبق في 2011 عند الموجة الغير مسبوقة من اللاجئين التي دخلت إلى تونس أثر سقوط نظام الليبي، كان هناك تصرف حكيم من الدبلوماسية التونسية وعلى رأسها المرحوم الأستاذ الباجي قايد السبتي، وكانت هناك مراكز إيواء قانونية، ووقع احترام جميع الظروف الصحية لإقامتهم ثم إلى ترحيلهم إلى دول أخرى تحت مطية الأمم المتحدة. هذا ما لم نشاهده في هذه الأزمة، ما بين مرحب بهم وما بين طارد لهم، ضاعت الحقيقة وضاعت كثير من الحقوق. طيب، مثل هذه المعاملة سيد شلغوم التي وصفتها بأنها غير إنسانية وجريمة في عرف القانون الدولي،
ماذا ستحمل من تبعات برأيك على تونس إذا ما فتح تحقيق كان على مستوى أفريقيا وعلى مستوى دولي؟ ونحن نعلم بأن هناك ذكر التقارير بأن بعض الأفارقة فقدوا حياتهم في الصحراء بسبب رميهم هناك بلا ماء ولا غذاء. أنا الواقع لا يمكنني الأنفي ولا أن أؤكد مسألة الوفاة بعض الأفارقة في الصحراء سواء التونسية أو الليبية، ولكن الثابت أن عمليات التهجير ربما ارتقت إلى مسألة التهجير القسري، وهو مخالف سواء للقانون الوطني أو القانون الدولي أو القانون الإنساني. أنا على علم وأن الاتحاد الأفريقي أدان هذه الممارسات وأن عديد المنظمات الدولية أدانت ذلك، ولكن يعني أعتقد أن المسار الدولي الآن الذي صارت فيه تونس والاتفاقيات الدولية مع الاتحاد الأوروبي وما حدث اليوم ربما من قمة في هذا الاتجاه وغيره من البروتوكولات التي أمضت عليها تونس، يعني أصبح لتونس ربما دور غير مؤهلة له، وأن هذا الدور يعني كما ربما تصدق فيه الآية الكريمة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. كان من المفروض أن تكون لتونس ورقة رابحة وقوية جدا في الدبلوماسية الدولية حتى تنال مقابل هذا الدور الذي يجب أن تقوم به، يعني يمكن أن تكون لها ورقة يعني للضغط على الاتحاد الأوروبي في إطار التنمية وفي إطار حقوق المهاجرين التونسيين في الخارج الذين يعني يعيشون الحياة الضنكة والممارسات التعسفية والعنصرية في البلد الأوروبي. نحن هنا فعلا بقينا وحدنا، نحن هنا تعرضنا ربما إلى أزمة لم تكن في تونس بمقدورها أن تحلها وحدها. هناك حتى شخص تونسي مواطن تونسي وتعرض إلى القتل في ساقس من طرف الأفارقة. نحن نعي جدا وجيدا كل هذه التحديات، ولكن يجب أن تكون أن يكون للدولة عقل واعي ووازن للسيطرة على مثل هذه الأزمات الدولية وهذه الجوائح. في أقل من دقيقة سيد شلغوم، أنت أشرت إلى الاجتماع اليوم في روما والذي حصل حضر تحضره ليبيا وتونس أيضا وجهات أوروبية. هذا الاجتماع يعقب الاتفاق الذي أبرمت عليه تونس منذ أيام يتعلق بالهجرة والذي لقي ربما انتقادات كثيرة في داخل تونس. هل هذا الاجتماع اليوم هو مكمل للاتفاق الذي حصل منذ أيام أم بديل أم ماذا بالضبط؟ يعني هو ليس هو 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 إحدى حلقات هذا الاتفاق الذي أمضت عليه تونس في غياب البرلمان ورأي البرلمان، في غياب رأي اتحاد الشغل، في غياب هيئة المحامين وجميع الهيئات الحقوقية والهيئات المجتمع المدني الوازن. يعني الحلقة هذه ما حدث اليوم هي حلقة جديدة من هذا المسلسل الذي لن يكون له أثرا على عين المكان طالما أن الشعب لم يقل كلمته في هذا الموضوع، وأن ما وقع في غياب كل الفاعلين الأساسيين فلن يكون له أثر، لأن الذي يجوع لن تمنعه اتفاقات وإمضاءات وسوف يعود من حيث أتى. الأستاذ حاتم شلغوم المحامي والناشط في المنظمة الدولية للهجرة كنت معنا من تونس، أشكرك جزيل الشكر. الحقيقة الوقت انتهى، لم يتبقى ربما إلا ثواني معدودة لعرض رسالة أو اثنتين. سميحة من تونس تقول: قيس سعيد في اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في الحقيقة لم تكن غايته جعل تونس أرض توطين لمهاجري جنوب الصحراء، بل كانت غايته أن يجعل صحراء البلاد مقبرة لهم، لأنه يعلم جيدا أنه لا يملك أن يوفر لهم أدنى مقومات العيش الكريم التي لم يعد أصلا قادرا على توفيرها لشعبه إلا بصعوبة بالغة، كما تقول سميحة من تونس. طبعا رسالة أخرى لا أدري إذا كانت في موضوعنا. حسن العماري يقول: الشيء الوحيد الذي يتقنه هذا المتطفل على السياسة والخادم المطيع هو السمع والطاعة لأسياده وتنفيذ أوامرهم وخططهم لتخريب تونس، يقول حسن العماري. ثم يقول: متى يدرك هذا الكذا، حتى لا أذكر بعض المفردات النابية الحقيقة، زعيم لا أدري ماذا والتخريب بأن يمارس مسؤوليات
لا يفقه فيها حرفا ويسبح في محيطات من الأزمات ولا يجيد السباحة. والكلام لحسن العماري. أكتفي بهذا القدر، الحقيقة أدركنا الوقت. ربما غدا، غدا طبعا الاثنين على الأرجح، سنعود لتونس وسنتناول الذكرى أو مرور عامين على الانقلاب في تونس، وقد يكون معنا، هذا ما رتبناه على كل حال، في سنتثبت من ذلك ونذكركم في حينها، قد يكون معنا الرئيس الأسبق منصف المرزوقي. سنتناول طبعا عامان على الانقلاب في تونس، وأيضا موضوع الهجرة والمهاجرين وتورط تونس ربما في هذه الاتفاقات التي لا تبدو فيها ثمار مجزية لتونس كما قال أحد المشاركين منذ قليل. الآن نتوقف مع فقرتنا الأخيرة كالعادة، مراسلو الرأي الحر. أبدأ هذه الفقرة من مصر. معنا رسالة من أبو علاء، يقول: الأمم المتحدة تحذر من نتائج أزمة اتفاق الحبوب، ولكن حينما كانت أمريكا ترمي القمح بالمحيط للحفاظ على سعره لم يكن ذلك له تأثير على ارتفاع نسب الفقر والجوع، أليست هذه ازدواجية معايير؟ يقول أبو علاء. عبد العظيم من الأردن: يوجد في تركيا معارضة شديدة الكراهية للعرب ولها أطماع في السلطة، وكذلك خلاف شديد مع أردوغان، فهم يريدون إضعاف حزب العدالة والتنمية كما يقول. صالح من المغرب: تركيا أول دولة في العالم الإسلامي استقبالاً للسوريين وأكثر من كل الدول العربية، لذا لابد من تنظيم هذا الطوفان من البشر كما يقول، وحماية الأمن القومي للبلاد، وليس العمل الإرهابي في ميدان تقسيم ببعيد كما يقول صالح. وضاح من تركيا: الحكام العرب المفترض أنهم مجرد موظفين لدى شعوبهم، ولكن للأسف انقلبت الموازين في بلداننا وصار الحكام وحوش تفترس شعوبها إرضاء للعدو وضمان بقائها كما يقول وضاح. نختم بالرسالة الأخيرة وهي على شكل فيديو. فؤاد الحساني من اليمن أرسل إلينا بهذه المشاهد لمظاهرات عقب صلاة الجمعة في ساحة الحرية في تعز، تنديدا يقول بالحصار الجائر على المدينة من قبل ميليشيات الحوثي. نتابع. شاهد إذن لوقفة احتجاجية في مدينة تعز احتجاجا على استمرار الحصار الحوثي على المدينة، أرسل بها إلينا فؤاد الحساني من اليمن. بإمكانكم جميعا الاستفادة من هذه الفقرة، إرسال فيديوهاتكم المهمة التي تتناول قضايا اجتماعية سياسية غيرها في بلدكم في قراكم في مدنكم، استفيدوا من هذه الفقرة. الرقم واتساب لا يكلفكم شيء، الرقم أمامكم على الشاشة، يريد كل واحد يتابعني الآن يسجل الرقم. مراسلو الرأي الحر 044-77-627-689. الفيديو لا يزيد عن دقيقة لو سمحتم، ولا ترسلوا إلينا بفيديوهات من تيك توك أو فيسبوك، نريدكم أن تستغلوا هواتفكم النقالة التي بأيديكم، هذا ما نريدكم أن تقوموا به، أنت تتحول شخصيا إلى مراسل لهذه الفقرة وتستفيد وتخدم قضاياك وتكون أنت قناة أيضا واصلة بين هؤلاء المهمشين وهذا المنبر والمسؤولين، لأنه عندما تتحدث عن قضية اجتماعية مهمة في بلدك أنت بطريقة مباشرة توصلها إلى المعني بالأمر، إلى المسؤول في بلدك، لأن المهمشين لا منابر لهم وهذه الفقرة هي منبرهم. 044-77-627-680
2009، ومرحبا بكل مساهماتكم ومشاركاتكم. اللقاء بحول الله يتجدد يوم غد وفي نفس التوقيت، أستدعكم الله.